بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم هذا النص القرآني العظيم الذي هو نص يقرأ لدفع السحر ودفع الحسد ودفع الشر ودفع عبث العابثين. أتمنى أن نحفظ هذا الدعاء في نهاية هذا المقطع إن شاء الله، يعني لا تخرج من هذا المقطع إلا وأنت حافظ له. هو دعاء وهو نص من القرآن الكريم، آخر آيات من سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه آية. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الآية الثالثة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الآية الرابعة: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ونحن نعلم أن الدعاء رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ندعو به بين السجدتين، أثناء القيام من السجدة الأولى نقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ثم نسجد السجدة الثانية. هذه سنة نبوية أيها الأحبة. وهذا الدعاء كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر آية من سورة المؤمنون. ولكن دعوني لكي نتذوق معنى هذه الكلمات الرائعة أن نتدبر فيها ونتأمل ونتفكر في معانيها. القرآن هنا يخاطب، أو الله عز وجل يخاطب الإنس والجن. الخطاب موجه لكل الخلق، لكل من يعتقد أن الدنيا هذه خلقت عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كأنه يقول لكل إنسان يلهو ويعبث: انتبه، أنت لم تخلق للفوضى. ما معنى العبث؟ عندما تدخل إلى بيت إنسان وتعبث فيه، تحدث فيه فوضى، تأخذ هذه الأغراض مثلا وترميها هنا، وتأخذ هذا الموبايل ترميه هنا، وهذه هذا الثوب ترميه هنا، أصبح لدينا البيت في حالة عبث أو فوضى. فإذا هنا الله يقول لنا: لم تخلقوا أيها المخلوقات عشوائيا. اليوم علماء الغرب والعلم في الغرب قائم على الإلحاد كما تعلمون، يسوقون فكرة أن الإنسان خلق عبثا، أن الإنسان خلق بطريقة التطور من كائن لآخر لآخر لآخر، وصل للإنسان وسيستمر التطور إلى ما لا نهاية، وربما تأتي مخلوقات بعد البشر أكثر تطورا، وكل هذه المخلوقات تموت تتحول إلى تراب، لا يوجد شيء بعد ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. شوف أخي الحبيب، أن تشعر بأنك راجع إلى الله هذا شفاء بحد ذاته. مهما أصابك من هم أو غم أو نصب تعب، مهما أصابك من ظلم، ما دام إحساسك وعقيدتك ومنهجك وثقافتك تقول إنني راجع إلى الله، هذا الإحساس كنز بحد ذاته. أن تشعر بأنك راجع إلى الله، مثل إنسان وضع في ظرف صعب، في سجن، في حرب، في زلزال، في عاصفة، تاه في صحراء، ولكن لديه يقين
أنه راجع إلى بيته. هذا اليقين، هذا الإحساس يجعله يتحمل أصعب الظروف، مثل المريض الذي يذهب إلى الطبيب والطبيب يقول له أنت ستشفى بنسبة 100%، فعندما يستيقن بالشفاء ينسى مرضه وينسى ألمه ويصبح أكثر قدرة على مقاومة المرض وتحمل الألم. من هنا أيها الأحبة، القرآن عندما يؤكد لنا أن هذه الدنيا ليست عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإن هذه الآية تخاطب الإنس لنرتاح وتخاطب الجن الكافر وتقول له لا تظن أنك خلقت لتعبث بالبشر أو توسوس لهم لتطغيهم وتغويهم، لا، أنت سترجع إلينا أيضا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. هنا عندما تعتقد أنك راجع إلى إله متعال سبحانه وتعالى، فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن الظلم، تعالى عن النقص، تعالى الله أن يعجز أن يرزقني، حاشا لله أن يعجزه أن يحمي عبدا يقول يا رب أو يحفظه أو يرزقه أو يهديه إلى الطريق الصحيح. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. انظر إلى صفتين، ملك وحق. ملك هو مالك كل شيء، فلا تحزن، لا تخف من ملوك الأرض، لأن الملك هو المسيطر، هو المتحكم، هو القادر سبحانه وتعالى. وهو حق، لا يظلم ولا يرضى بالظلم سبحانه وتعالى. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو. دائما الآيات القرآن تؤكد على وحدانية الله، لأن إحساسك أن هناك أكثر من إله هذا إحساس مدمر. أنا أي إله سأتبع؟ الأب أم الابن أم الروح القدس أم 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 من أتبع؟ وما دور هذا وما دور، وهل هذه الآلهة تحتاج لبعضها؟ إذا كان الإله يحتاج لإله آخر، إذن هذه صفة نقص. بالتالي نجد آيات القرآن تؤكد على أنه لا يوجد إلا إله واحد. هذا يعطيك مزيدا من القوة أنك تؤمن بإله واحد فقط لا شريك له، وأن هذا الإله ملك وحق عادل. فمهما ظلمت اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرد لك حقك لأنه هو الحق. مهما ضاع منك سيرده الله إليك يوم القيامة أضعاف مضاعفة. مهما تألمت الله سيعطيك أجرا عظيما ويكفر عنك سيئاتك لأنه هو الحق. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا إله أيضا كريم، وهو رب العرش سبحانه وتعالى. إذا كنت أنت تظن أن شخص كبير، ماذا يساوي هذا الشخص أمام الأرض، الكرة الأرضية؟ ولا شيء. طيب هذا الشخص ماذا يساوي أمام الكون؟ صفر. الكون كله بالنسبة للعرش كأنه ذرة. تصور الـ 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 العرش، رب العرش الكريم. وهنا نبهنا القرآن، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر. هذه أيضا يخاطب بها الإنس والجن، يعني إياك أيها الجني الكافر، أيها الشيطان، أن تظن أنك ستنجو من عذاب الله إذا دعوت إلها آخر مع الله. وبالنسبة للبشر، إياك أن تجعل مع الله إلها آخر هو الشهوات أو هو المال
أو هو فلان من الناس تظن أنه يضر وينفع. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يعني سبحان الله، أنت لا يمكن أن تجد إلها آخر ولا يمكن أن تجد برهان على ذلك، فكيف بمن يدعو من دون الله إلها آخر ليس عنده حجة ولا برهان ولا دليل ولا إثبات، فقط اتباع الشهوات والهوى. طبعا إله الملحدين يسمونه الطبيعة، يقول لك الاصطفاء الطبيعي، التطور الطبيعي، الطبيعة طورت، الطبيعة ما خلقت هذا الكائن، الطبيعة ما أعطته صفة جديدة لهذا الكائن، الطبيعة الطبيعة. ثم عندما تسأل ما هي الطبيعة لا يعلمون. فهذا إله الملحدين، الطبيعة. الآية الأخيرة هنا أخي الحبيب، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يعني ختم سلسلة الآيات الأربعة بالمغفرة والرحمة. فإذا ضمنت أن يغفر الله لك سبحانه وتعالى وأن يرحمك، ماذا تريد بعد ذلك؟ أن يغفر ذنوبك ويرحمك فيرزقك. يعني شوف أخي الحبيب، الرحمة لها معاني كثيرة جدا. لا نظن أن الرحمة فقط هي رأفة بشيء، نقول ارحم فلان يعني لا تعذبه، لا. الرحمة لها معاني كثيرة جدا. أول شيء أن الله يرحمك، يلطف بك، يرحمك، يصرف عنك الشر، يرحمك، يحل مشكلتك، هذا رحمة. يرحمك أن يرزقك الزوجة الصالحة، يرحمك أن يهبك ولدا تقر به عينك، يرحمك يصرف عنك شر حادث، يرحمك برزق واسع يحقق لك السعادة والطمأنينة في الدنيا، يرحمك بأن يصرف عنك أذى فلان، يرحمك بأن يصرف عنك شر مرض. انظر، كل هذا من أبواب الرحمة، وتستطيع أن تعد ما تشاء. لذلك هنا وقل رب اغفر وارحم، المغفرة أولا لأنني لا يمكن أن أطلب شيء من إنسان، إذا أسأت لهذا الإنسان لا أستطيع أن أطلب منه شيء قبل أن أطلب أن يسامحني. يعني تخيل أنت ذهبت لإنسان وأسأت إليه وشتمته مثلا، ثم في اليوم الثاني تذهب وتقول أنا أريد مبلغا من المال، هذه وقاحة. تعتذر أولا فيقول أنا غفرت لك، سامحتك، تطلب ما تشاء بعد ذلك. لذلك في القرآن يعني غالبا ما تأتي المغفرة والرحمة، والله غفور رحيم. وقل رب اغفر وارحم. فإذا ضمنت المغفرة تستطيع أن تطلب أي شيء بعدها. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إذن أخي الحبيب، هذا النص نصيحتي لك أحفظه، هو أربع آيات. أولا كل حرف تقرأه بعشر حسنات، وهذه الآيات تأتي لتدافع عنك في قبرك. القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، هو حصن لك من الشر، حصن لك من أذى الناس، حصن لك من الحسد. وهذه آيات كما قلنا مهمة في الشفاء وفي دفع البلاء والحسد والسحر والأذى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا،
وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.